بعد يوم واحد من بداية الإجراءات السياسية التي بدأت يوم 25 يوليو من العام المنصرم في تونس، صوت التونسيون على مشروع الدستور الجديد الذي يتضمن تغييرات سياسية عديدة. وسبق الاقتراع استشارة إلكترونية تتعلق بطبيعة النظام السياسي وطريقة التصويت، ومن المفترض أن يشارك بالتصويت أكثر من 9 ملايين تونسي مسجلين وفقا لهيئة الانتخابات. شفنا اليوم الإقبال نتاع ضعيف، سورتو عندك في العمر الصغير ما بين 18 و25 سنة، الإناث أكثر من الذكور. وحضر مراقبون من البرلمان العربي من أجل الاطلاع على سيرورة الاستفتاء والتأكد من تطبيق القوانين اللازمة. نرى هناك حركة، وأيضا خلال تجوالنا في مراكز الاقتراع نرى بأن يعني هناك انسيابية ونظام مرن، وأيضا لم نلمح أي يعني سياء أو تأثير من أي جهة أخرى. شفنا المراكز على حسب ما شفنا الإجراءات والقوانين مطبقة في المكاتب، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ما زلنا ندوروا من آخر العشية نشوفوا، ولكن أولا ما فيها حتى مشكل، القوانين كل مطبقة. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ ساعات الصباح أمام المواطنين حتى المساء، على أن تعلن النتائج الأولية للاستفتاء الثلاثاء، فيما ستقرر هيئة الانتخابات موعد الإعلان عن النتائج النهائية بعد النظر في الطعون يوم 27 أغسطس القادم. في الذكرى 65 لعيد الجمهورية التونسية، تشهد تونس مرحلة مفصلية في تاريخها لتصويت على مشروع الدستور الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد بعد تحولات سياسية عديدة انطلقت بقرارات استثنائية قبل عام، استعدادا لبداية جمهورية ثالثة. من تونس للتلفزيون سلطنة عمان، تسنيم قشوع.